نظم المجلس الأعلى للصحة واللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية ندوة متخصصة بإدارة وتنظيم استخدام الأدلة الدوائية، وذلك بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وبمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين في مختلف القطاعات المهتمة بالشأن الدوائي. سلطت الندوة الضوء على أهمية وجود آلية ومنهجية علمية واضحة تستخدم لتقييم الدراسات العلمية والسريرية والطبية وتحديد نهج اختيار الأدوية لمختلف الأمراض والحالات والمرضى، وبحث أهم السياسات والإجراءات لتوفير الأدوية وتوزيعها وإدارتها واستخدامها على النحو المناسب. قد تم عرض نماذج عملية لبعض الآليات والنظم الحديثة المطبقة في عدد من المستشفيات المرموقة في المنطقة وخارجها، والتي أكدت الحاجة على المراجعة المستمرة للأدلة الدوائية وسياسات توفير واستخدام الأدوية بشكل مستمر ودائم. من جانب آخر، تطرقت المحاضرات إلى ضرورة وجود إرشادات وصفية واضحة ومعلومات سريرية تساعد المختصين على تقديم خدمات عالية الجودة وعلى الاستخدام الأمثل والرشيد للموارد وضبط الكلفة المالية، خصوصا مع وجود التحديات العالمية لارتفاع تكلفة الرعاية الصحية على المستوى العالمي. الحقيقة اليوم نحتفل بهذا الاجتماع حق الاجتماع بالنسبة للصيادلة والأطباء يبحثون موضوع الأدوية عموما في البحرين في الخليج. طبعا الأدوية تساوي يمكن ثلث المصرف على المرض، يعني المصاريف الطبية تقريبا، ومبلغ كبير. طبعا في اختيار الدواء المناسب حق المجموعة وبعدين بالسعر المناسب وانه يتوفر دائما موجود في البحرين، هذه مهم جدا. لذلك احنا يعني كان في تطوير كبير في نظام تخزين وتوزيع الأدوية. اصبح الان يعني الشراء لكل البحرين تقريبا موحد، ف يعني وبعدين ضبط موجود الأدوية في البحرين. عندنا نظم يعني حاسوبية نقدر نعرف بالضبط يمكن كل أدوية من مجرد دخولها الى من الجمرك إلى توزيعها البحرين. تحرص مملكة البحرين على إقامة العديد من الفعاليات والندوات والمؤتمرات في إطار تبادل الخبرات والاستفادة بالمستجدات العلمية في تطوير الخدمات الصحية. وفي هاي الإطار تقام مثل هاي الندوات وهاي الندوة بالتحديد، واللي تضم عدد من الخبرات العالمية والإقليمية في إطار الأمن الدوائي وفي إطار إدارة الأدوية. وبالتالي يتم تحديث الدليل الدوائي والأدلة الدوائية في مملكة البحرين بما يتناسب مع المستجدات العلمية. طبعا هذه الندوة من الندوات المهمة اللي تهتم بتنظيم وإدارة الأدوية أو الأدلة الدوائية. طبعا الأدلة الدوائية هي العمود الأساسي اللي احنا نعتمد عليه في شراء الأدوية. هذه الندوة فيها استضافة للكثير من الخبراء والمختصين في هذا المجال من جميع دول العالم. فإحنا من خلال النقاشات وتبادل الخبرات إن شاء الله راح نستفيد أقصى استفادة من وجودهم معنا.